كابتن طارق، ايه رأيك في اوسوريو وطريقة لعبه مع نادي الزمالك؟ بص، انا اتكلمت قبل كده قلت ان الكواليتي اللي موجود دلوقتي في نادي الزمالك بصراحة يعني كواليتي يلعب بطريقة لعب مع اوسوريو. انا متفق معاه بصراحة في طريقة اللعب ككوتش. لا بالنسبة لي بصراحة انا كطارق مصطفى يعني، لان كل المباريات ما تفضلش تلعب بيها يعني. لا العب بالطريقه، ولكن هو تغييراته انا كطارق مصطفى تغييراته بالنسبه لي في علامه استفهام شويه. عدم الاعتماد على راس حربه، خلينا نتكلم على اخر مباريات في البطوله العربيه، ماتش الشباب، ماتش ما فيهوش فرص كتير، ماتش كان مقفول بشكل كويس. انت لعبت شيكابالا راس حربه بعد ما طلعت السيف الجزيري حوالي اكتر مثلا من 40 دقيقه ولا 30 دقيقه مش فاكر، وشيكابالا ما يلعبش راس حربه، راس حربه الوقت ده كله، خاصه انت وشيكابالا كنت بتعتمد على الكره العرضيه، شيكابالا ما يلعبش بدماغه. حاجه ثانيه، انت مباراه النصر نفس الشيء، التغييرات اللي انت عملتها ما ساعدتكش ان انت توصل، مع ان كان سهل ان انت توصل في البطوله العربيه. بصراحه كنت شايف ان الزمالك بصراحه اللعيبه ادت اللي عليها، كانت بتلعب بروح كبيره جدا، ودي كانت ميزه بالنسبه للعيبه، اجتهدوا وما يستحقوش ان هم يخرجوا من البطوله العربيه. نفس التغييرات، طلع سيف الجزيري وضغط نفسه، عمل تغييرات مش في محلها، معلش مع احترامي انك تدخل فتوح في نص الملعب وتنزل حاتم سكر، تنزل اشرف روق او تطلع السيسي، اللي انا بشوف ان لعيبه نادي الزمالك اصلا اللي كانت بعيده عن مستواها بقى لها فتره زي عمر جابر وزي السيسي كانوا كويسين جدا الماتش ده.